أهلا وسهلا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، كنلتقي بكم في هذا البث المباشر. ربما هذا البث قد يصيب الكثير منكم بالذهول، فقط يعني هذا منزل مغلق لسنوات عديدة، لكن السكنة والناس اللي بجوار هذا المنزل يتفاجؤون دائما بكون النيران تشتعل فيه لأسباب غامضة وأسباب مجهولة. هناك الكثير من القيل والقال حول هذه الأسباب، والسكنة تتفاجأ بوجود آثار النيران والحموم في كل صبيحة على مستوى الجدران ديالو، وأيضا على مستوى النوافذ ديالو كما كتشوفوا معنا، لأسباب غامضة ولأسباب مجهولة. هناك من يقول بأن المنزل ربما مسكون، لكن هذه فقط كتبقى مجرد كلام ومجرد أقاويل، الصحة ديالها من عدمها غير معروفة بتاتا. انتم كتشوفوا يعني الآثار ديال النيران التي تخرج في كل صبيحة وفي كل يعني يوم من هذا المنزل المتواجد بضواحي مدينة أكادير، في شكل غريب جدا والذي أثار علامة استفهام كبيرة حول من يقيد هذه النيران داخل هذه الغرف التي بهذا المنزل كما كتشوفوا معنا على المباشر. فغادي نحاولوا أن نقربكم أكثر يعني مما يقع داخل هذا المنزل الذي تبدو فيه آثار النيران والدخان المتصاعد بين الفينة والأخرى، الشيء اللي كيطرح يعني العديد من التساؤلات لدى كل من يشاهد هذا المشهد ويتساءل هل هناك طبيعة الحال يعني أشياء تحاك داخل هذا المنزل. هل الأمر يتعلق يعني بمتشردين أو أصحاب عديمي المأوى اللي كيشعلوا النيران داخل هذا المنزل المهجور بضواحي المدينة، وبالتالي فالناس يعني كينشدوا بطبيعة الحال أنه يتم اتخاذ المتعين لهذا المنزل قبل أن تقع كارثة لا قدر الله، وإيقاف يعني هذه الممارسات اللي كتكون داخل هذا المنزل المهجور لسنوات عديدة، والذي دائما ما يتفاجأ ساكنة هذه المنطقة بالنيران التي تشتعل لأسباب غامضة. فهل الأمر يتعلق بأفعال بشرية أم أن هناك أشياء كثيرة؟ فهناك من ذهب إلى أبعد حد ويقول بأن هذا المنزل ربما مسكون، لكن هذه ربما كتبقى مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة، لأن النيران لا يمكن أن تشتعل بدون أي سبب، ولا يمكن أن تشتعل إلا بفعل بشري بطبيعة الحال. فأنتم كتشوفوا يعني هذا المنزل المهجور لسنوات عديدة والذي تتصاعد فيه الأدخنة بين الفينة والأخرى، الشيء الذي يثير العديد من الشكوك وعلامة الاستفهام حول دواعي اشتعال النيران بشكل مستمر داخل هذا المنزل المهجور هنا بضواحي مدينة أكادير. وبطبيعة الحال يعني العديد من المواطنين الذين أكدوا لنا بأنهم يتفاجؤون في كل صباح اندلاع النيران لأسباب غامضة، لكن الفاعل أو الفاعلين يبقون مجهولين إلى حدود اللحظة، الشيء الذي يثير مخاوف للساكنة من ربما وقوع كارثة داخل هذا المنزل في حال لم يتم بطبيعة الحال يعني الإغلاق ديالو. أنتم كتشوفوا يعني بطبيعة الحال الجدران ديالو التي أصبحت كلها سوداء بفعل هذه الأدخنة التي تتصاعد من هذا المنزل بين الفينة والأخرى، الشيء اللي كيطرح أكثر من علامة استفهام حول من يقوم بإشعال النيران داخل هذا المنزل المتواجد ضواحي المدينة. فأنتم كتشوفوا يعني الواجهة الخارجية ديالو كلها أصبحت مملوءة بآثار النيران والأدخنة التي تتصاعد بين الفينة والأخرى داخل هذا المنزل الذي هو لسنوات عديدة مهجور وغير آهل بالساكنة. كما كتشوفوا معنا الآثار ديال الدخان على مستوى الواجهة الأمامية ديالو والواجهة الخارجية. بالتالي فالسؤال المطروح، من يقوم بإيقاد هذه النيران داخل هذا المنزل؟ هل الأمر يتعلق بفعل بشري أم أشياء أخرى؟ هذا الشيء اللي كيخلي طبيعة الحال العديد من الفرضيات تطرح نفسها بحدة،
وتزيد من مخاوف الساكنة المحلية بهذه المنطقة من أفعال ربما قد تمس بالسلامة ديالهم لا قدر الله، كما كتشوفوا معنا على المباشر. فربما تظهر لكم آثار يعني الآثار ديال الحموم، الآثار ديال النيران التي تخرج من النوافذ الخارجية ديال هذا المنزل. هو منزل مهجور ومغلق لسنوات عديدة، لكن ما يثير علامة الاستفهام هو النيران التي تخرج منه في كل مرة وفي كل صبيحة، حيث يتفاجأ العديد من الناس باشتعال النيران لأسباب غامضة. هل هناك من يدخل إلى هذا المنزل في الليل ويقوم يعني بأفعال اللي كتخلي هذا النيران تشتعل، أم أن هناك أشياء أخرى؟ فكما قلت، هناك من ذهب إلى اعتبار أن المنزل هو منزل ربما مسكون، لكن هذه كلها كتبقى مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة، لأن النيران كما قلت لا يمكن أن تشتعل إلا بفعل بشري.